مثل كل ثلاثة عم بتطلع علينا مستشارة مصر الخارجي ومنسقة الموضة غنوة كساب. بدنا نقول لك صباح الخير. بونجور، أهلا وسهلا فيك يا غنوة. ميرسي، فيك تقيل سافا. يعني بكل مرة بتخبرينا عن شو دارج وشو لازم نلبس وشو فينا نلبس، اليوم بدي أقول لك إنه كرافات دكتور برنار كتير حلوة عليك. هيدي العلمية علمتكم اياها من جمعتين، بس انه صح، هلا حبيت نفذها تتشوفوا انه كيف تنلبس بطريقة شوي فيمينين، يعني القصيرة بتكون لقدام والطويلة بتكون لورا، ومنها وفيها بيجي اكسسوار تمام. تيعطي شوية حركة للستايل، اوكي، وبتلبس على قطعة يعني كيف مبينة من عندك. كتير غير شكل مثل العادة. يعني على كل حال تحياتنا لإلك ولدكتور كساب، أكيد يعني عم تستعيني بخزينته اليوم تحديدا. الحديث عن الخزانة هالمرة، رح نبلش بخزيناتنا نحن للسيدات وبعدين بننتقل لخزينات الرجال، ولا هي ذاتها اليوم يعني المعلومات والعلمية اللي بدك تعطينا إياها؟ من وحي اللوك داون نقينا نعم. هيدا الموضوع، وصراحة حسيت كتير 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 صار عليه طلب، وكل اللي على السوشيال ميديا يلا ناطرين نعرف كيف بدنا نظبط خزانتنا. نعم. كل خزانة إلى ياساتها، بتعرفي أنا اليوم رح أعطي أفكار مثل ما بيقولوا بتمشي على كل الخزانات، على خزانات اولادنا، خزاناتنا نحن، على الخزانه الصغيره، على الخزانه اوكي. الكبيره، تيبس صغار بتساعدنا انه نريح نظرنا وقت بنكون عم ننقي اغراضنا، ونقدر ننظم الخزانه بطريقه شو ما بعوز اقدر القط. اوكي. وبحب بس اقول شغله انه ديتوكس الخزانه غير تنظيم الخزانه، لانه وقت عم نعمل ديتوكس للخزانه بكون عم بشتغل شوي على ستايلينج، عم شيل قطع، عم شوف شو بدي اعمل فيها، كيف بدي رتبها مع شيء ثاني. اليوم هو تيبس تعلمهم شوي كيف بدنا ننظم خزانتنا، كيف ما افتحها تكون عيني مرتاحه انه اقدر اشوف القصص، مش انه ما عم بقدر القط القطع اللي بدي صح اياها. صح أول شغلة بدنا نعملها هي إنه بدنا نفضي الخزانة على الآخر 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 الآخر، اوف نشوفها فاضية. ما بعرف إذا ميراي عندك بلشوا يقطعوا الصور، أنا يلا بلشوا يقطعوا. حطيت كذا صورة بدنا نبلش نحكي فيهم كيف بدنا ننظم هالخزانة، وقد ما يكون قياسها وكيف ما يكون ستيلة، يعني إذا كانت تفتح، إذا فيها جويرير، إذا بس تعاليق، إذا دروور بتروحوا يعني الدرف مش هيك بيكونوا سلايدز بيروحوا وبيرجعوا على فرد ميلي. من بعد ما نكون فضينا الخزانه يلي بيريح لي نظري كثير ومني، يعني ما في شيء اجباري بس انا هون عم جرب ساعدكم كيف بدنا نظبط الخزانه، يكونوا الهانجرز تقريبا كلهم نفس الشيء. يعني هيدي الشغلة بتحسي حالك انه انت بالخزانة عطشت الافيه تبع مزبوط، الترتيب مرتبة أكتر. صح، من الاول، او انا هلا اذا عندي خزينتي وعندي هالتعاليق وما قادرة اجيب غيرهم بجرب افصل يلي مثل بعض مع بعض تركز الالوان شوي، يعني حس انه اذا هيدي فيها لون اصفر وهيدي فيها لون الخشب وهيدي فيها فولور، جرب نسق لهم الوانهم انه يكونوا حد بعضهم، لانه ديجا وقت انا بعلق التياب عليهم رح كمان الالوان تعجق وتصير القصص مزعجه للعين اكثر، مني مرتاحه يعني بصير اف ما عم بلاقي الاغراض اللي بدي اياهم. صح. واذا بيرجعوا اذا حابين يشتروا تعاليق جديده بحب اقول لهم انه الفولور احسن نوع، يعني بيجي هيك فلفت كتير ناعم احسن نوع للتعليقه. ليش؟ لانه تعليقه الفلور ما بيسحط عنا الاغراض، ما بتاذي التياب، ما بتعلم كتير بطريقه ما بتعمل الجاكيت فارم. كتير صح. قاسي. وفي انواع تعاليق انا اليوم حضرت لكم كم شغله منهم بس تشوفوا هيك قصص مهضومه. هيدي التعليقه اللي لها كتف مش انه بس خليك ايه نعم موديلها هلا عم بطلع نرجع نشوف. بالكتف، اوكي بنعلق فيها القصص اللي لها كتاف،
يعني ان كان لازواجنا ولا ان كان لالنا، بس كل شيء له كتف او جاكيت بيتعلق. في من هيدا التعليقة سبيسيال بيجي مع كليبس من تحت بيتعلق فيها البانتالون، والبانتالون ما كتير يدق بالارض، فيني اطويه وعلقه من الميلتين، يعني يصير عنده خصره هون وكعب اجره بطريقه انا اقدر استفيد من مسافه الغزانه، ما تكون القصص كتير طويله وما اقدر تحت يا شوسوريتي يا جزديني يا بوكسز عايزتهم هلا رح نحكي عنهم. في التعليق يلي بتجي مع المصبغه هيدي كثير ناس بيستعملوها لانه ما بتاخذ مطرح، بتجي كثير رفيعه. كل شيء كوتوناد، كل شيء جينز، كل شيء تياب لاسبار، كل شيء بيجاما محبز ومفضل انه نحن نطويها تما تاخذ مطرح بالتعليقه. وقتها بدي اعلق تكون التعليقه بهيدي الطريقه، يعني هيدي المسكه هيدي التعليقه، بدي اعلق بهيدي الطريقه للي بيشتغل على طول بايده اليمين، ويلي بيشتغل بايده الشمال بدها تكون هيك اكسبسيون، بس حبيت اذكرها لانه بتعذب للي بايده الشمال بتصير اريح. بينحط اول شيء الجاكيتات السميكه، لانه احنا هلا عم نعمل مرتب غزلتنا الشتويه، بنبلش اول شيء جاكيتاتنا السميكه، بعدين بنفوت بالشميزات يلي مضطراي اكويها وما فيني اطويها، بعلقها حدا وبمشي بتراتبيه الوان من الغامق للفاتح، بترك بنص الغزانه القصص يلي شوي قصيره، مش ما بحط مثلا عندي فستان اسود بحبه كثير لونه وشكله طويل، ما بحطه بنص الغزانه، بجرب قد ما فيه خليهم شمال ويمين تو افتح الغزانه تكون نظيفه. هلا كل شيء ونظر الواحد يرتاح، كل شيء بشوفه على السوشيال ميديا على الانترنت على جوجل هن قصص مرسومين رسم ما بيتطبقوا حرفيا بغزانتنا، لانه هن بيكونوا عاملين ياسات معينه للغزانه حاطينها بس للتصوير، بس بجرب قد ما فيي انا بالبيت انه رتبها بطريقه ريح عيني وقتها عم شوف. بشتغل بالبارتي الفوقانيه، رح نحكي هلا شوي عن الجزادين وعن الشوز. الجزادين فضل ما يتعلقوا تعليق، ما ينحطوا بتعليقه تما نعمل تقل على المسكه تبع الجزدين وعلى مدى طويل بتنتزع. انا لالي بفضل انه كلنا نروح نحطهم على الرف او في لهم اكسسوارات معينه بنلاقيها بالاسواق ومش ضروري تكون كثير غاليه، يعني فيها هي فينا نحن كمان نخترعها ونعملها، بينحطوا حط بقلب الساك تبعولن، ومفضل انه السكيت تتغلف تما تعبي غبره. صح. من القصص كمان يلي بتهين علينا الحياه ومن الاشخاص يلي بحبوا كثير يغيروا جزادينهم، بدي اعطيهم تيب صغير انه هي يحطوا علبه وبس يوصلوا لمرحله انه انا في ناس كل يوم بتغير جزدانها، تفضي كل الجزدين بهالعلبه بالعلبه، بس بدها تستعمل الجزدين الثاني هن ذاتهم بتشيلهم بتحطهم بثاني جزدين. وكمان الجزدين انت متخيله غنوه الغراد يلي بينزلوا من الجزدين؟ ايه يا ويلي، ومن جزدينك خاصة. ايه بس ما بيأثر ما بيأثر، مادام هن مجموعين بعلبة واحدة ما رح يأثر علينا، مهم ما انساهم. الفكرة وين؟ الفكرة انه انا وقتها بدي غير من جزدين لجزدين، الجزدين اللي بيبقى ما فضيه تما يخسر الفورم تبعوله، فيني حط بقلبه يا الكيس يلي كان مغلف الجزدين الثاني يلي انا حاملته، او أوكي. حط بقلبه ورق او حط بقلبه شيء يعطيه شويه فوليوم ما يخسر موديله بالاخص. ايه في منهم بينتزعوا بينطعجوا بصير في عندهم خفسه، يعني ما بتعود تزبط. هلا كل شخص
هو كيف بحب يحمل جزدينه، بحبه على بيرفكسيون، بحبه انه لا انه يلا انا بس حامل جزدين وماشي، بس عم انا عم بعطي تب بطريقه يطلع معنا كل شيء مرتب. يمكن في ناس مانا منتبهه انه لا لازم ضلني معبيته وعطيته فورمه، بس كمان مش نفخته اكثر من العاده للجزدين، حط له الشيب مثل ما انا اشتريته. اذا اشتريتيه من مطرحه وكان له ساك بيتغلف فيه من برا، كمان حافظي عليه، وعلى هيدا الساك بيكون مكتوب شو نوع الجزدين او شو موديل الجزدين، هيك بهون عليكي تعرفي متشي كل الغزانه وتعرفي شو هن. بالنسبه للشوز، في ناس بتحب تخلي العلب، يلي بيخلوا العلب بالعاده العلبه بيكون مرسوم عليها من ورا من برا باردون الموديل تبعولا، فينا نحطهم فوق بعض اذا عندي مساحه معينه. لا او لا، وما بدك انت كرك بحالك او شوسيرتك اللي بتستعمليهم بفتره معينه معروفين قديش هن، محبس تنحط وحده لقدام الثانيه تجي عكسها. هيدي الطريقه بتخفف، ما بتاخذ كثير مطرح، ما بيعودوا الشوز كلهم حد بعضهم واخذين مطرح، سو بتصير وحده تلاقي الثاني، وقتها بتلاقي الثاني بتوسع عندك المساحه اكثر، ببطلوا مزروكين. اور يلي بنصحهم فيه يجيبوا البوكسز، يشتروا البوكسز يلي ترانسبارون وبينحطوا فوق بعضهم، وهول بوكسز بيبين شو في بقلبهم، ما في داعي انكش كل الغزانه لشوفهم، هيك بيكونوا على نظري وانا قادره اشوفهم. حسب ترتيب غزينتي، مفضل الشوز تحت والهاند باجز اعلى من الشوز، الجينزات تطوايه لانه اذا بدي اعلقهم، في ناس بتحب تعلق، بس اذا بدي اعلقهم رح ياخذوا كمان مطرح بالغزانه. مفضل تطوايه هن وكل شيء مثل ما حكينا قبل، اكسسوار تياب سبور، تيطلعوا مرتبين. واذا انا ما عندي مطرح بغزانتي فيني احطهم ببوكسز، بوكسز بيجوا بلاستيك رقاق وحده حد الثانيه، وهيك كمان بيكون الجينز مبين علي. إذا كتير بستعمل الجينزات وعندي كمية كتير كبيرة، وقتها بلف الجينز لف وشكه شك بقلب البانيه، بيصير على عيني واضح، ماني بحاجة إنه أنكشهم كلهم ليبين علي الجينز. أوكي. وبنفس الوقت ما بياخد مطرح، بس إنه هيدي لبكة اللفة ويضلوا مرتبين حد بعض، ترجع لكل شخص هو قدي له جلادة يعمل هالشي، قدي حابب ينظم غزانته. بس صدقوني كل اللي بحكيهم اذا واحد بيعود حاله عليهم بتصير الشغله هينه، وبيبطل عنده هالعجقه بالغزانه اللي ما عاد شايفه انا شو في بقلب غزانتي. بالنسبه للجاكيتات يلي شوي منحسهم بيطلعوا ضخمين، هلا انا حطيت هون معي جاكيت صغيره، رح فرجيكم كيف ممكن نضبها بطريقه ونضلنا محافظين عليها. هيدي ايدها للجاكيت، اوكي بسحبها لجوا، بسحبها لجوا للجاكيت وبعلقها بهيدي الطريقه بالغزانه. ليه؟ لانه وقتها بتكون ايدها لبرا على واكثر شيء بالغزانات يلي شكلهم مثل الجرور بتسحب فيها شمال ويمين سحابه، اكثر شيء بينضر هي كم الجاكيت تبعوله. مزبوط، من هون صح الموجود بهالغزانه الكتف يعني اكثر شيء كثير بيساعدنا وما بيأذيها للجاكيت. وكمان ما ننسى انه على طول الجاكيت بدي اعلقها بالموديل يلي له كتف. شغله بدنا ننتبهها كمان بالتعليق، تعليق الرجاله غير تعليق تبع الليديز، يعني الرجال عنده كتف اكبر بتبقى التعليقه شوي اكبر. انا ما فيني اعلق، ما فيني اجيب التعليقه تبع جوزي وعلق فيها جاكيتي تعمل من هون فورم، هيك بتصير بيقولوا مكتفي يعني عامله كتف زياده، او بتعلم من هيدي الميل انت ولبستيها انه هي عامله هيك. نجرب قد ما فينا ننتبه على طريقه التعليق. بالتعليقه في مثل فرزه، رح شوف بس وينها، رح شوفها على هيدي، في فرزه هون صح. تبقى معلمه. واذا بتنتبهوا في بعض القطع او الفساتين، هلا هيدي ساقب فيها، فيها روبان. ايه هولي لشو هالروبانات سائلين؟ بقصهم كلهم انا مزبوط ولا مش لازم؟ هلا اذا غزينتك منا كتير 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 شارجيه
فيك تقصيهم، واذا شو بيقولوا الهانجرز معك فلور ما بيوقع عنا الفستان، بس هن لازم هيدي الريبون شيلها حطها هون ونعلق شيء فوقها. وحده من هون اللي على اليمين بتجيبيها على ميله الشمال، واللي على الشمال الريبون يلي على الشمال بتحطيها على ميله اليمين، ما بتوقع القطعه اذا كانت عم تزحت عن الـ عن الهانجرز. هيدول هن للتوبيت الصيفيات يلي براتيل لازم تقعد هون وتتعلق، مش محطوطين بس هيك لانه قلنا نحن يعني مثل ديكور. الاكسسوارات هون الجمال بالاكسسوارات. ما بعرف قد ايه معنا وقت للاكسسوار، قولوا لي قد ايه بعد معي وقت. بدك معنا دقيقة، خلينا نحكي شوي ونتركهم كمان على مرت الجاية. اتركهم لمرت الجاي. رح ارجع بس اقول عن الشوز، انه كمان الشوز وقت بنشتريهم من مصدرهم اذا بتنتبهوا بيكون بقلب الشوز حاطين لنا يا فورم من شكل الكرتون او ورق. اي قادرين نخليهم؟ خلينا نخليهم لانه ما بنخسر من موديل الشوز، وما بنضطر انه تصير مبينه فيها الدعسه او محطوط اذا حطيتي عليها شيء اضطريتي تحطي وحده فوق وحده، ما بينتزع منظرها. ان شاء الله اليوم كون قدرت فتت هيك بكم تيب صغار لترتيب الخزانه، وبركي مرت الجاي بنحكي عن كل شيء اكسسوار واندروير والدروورز مزبوط كيف. يا ويلي هالخزانه شو بتساع قصص. بس صدقيني اذا بتمشي بهول التيب هيك صغار بتحسيها وسعت اريح. بدي بس كمان ذكر بشغله صغيره، كل شيء صار لنا سنين حاطينه لورا برجع بلبسه عايزته او شيء، هيدا شيله جيب بوكس برانيه حطه بقلب بوكس او حطه بكيس وضبه، ما اعمل شارج بخزانتي زياده ماني عايزته بهالموسم. يعني يمكن بعد سنه او سنتين او مخليته لبنتي او وات ايفر، ما عبي خزانتي قصص هلا مش عايزتها، يعني خليها يا استعير خزانه حدا تاني حط بقلبها. في الفساتين الطويله كمان، الفساتين الطويله بينحط لها كيس وبتتسكر لانه هيدي بتعوزيها مره او مرتين بالسنه، وبتنحط بمطرح منه على مرمى ايدي، يعني مش كل ما افتحها اتفركش فيها بغزانتي، بتنحط بمطرح ثاني بغزانه شوي اليكار مش عايزتها كثير، ما تعمل لي سور شارج بغزانتي. نعم. غنوة كساب بدي اتشكر اطلالتك معنا لليوم، بنشوفك ان الله راد الاسبوع المقبل لحتى نكمل بترتيب الخزانه. مشاهدينا فاصل ونرجع.